السيدات والسادة، أهلا بكم. مع إعلان قانون الانتخاب الجديد عاد الحديث مجددا عن أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، خصوصا في ظل عدم وضوح آليات احتساب الكوتات حتى اليوم، رغم أن القانون قد أكد على وجودها. السؤال القديم الجديد دوما عن أهمية تعزيز مشاركة المرأة النائب، المرأة المرشح والمرأة الناخب في العملية السياسية، فورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والندوات أسهبت وأطنبت في طرح هذه القضية ورحلة البحث عن القضية الأساس والحلول لها. التحديات حددت مرارا والحلول استهلكت، وبقيت المعاناة في محلها، عدم قدرة المرأة على النجاح في الانتخابات دون اللجوء إلى الكوتا إلا في حالات فردية وبالكاد تكون نادرة، رغم أنها نصف المجتمع إن لم تكن أكثر من ذلك في التعليم وفي أيضا انتشار التأثير. اليوم لابد لنا أن نعيد النقاش في ذات القضية، خصوصا مع انطلاق حملة هي للبرلمان، مسؤوليتنا مصلحتنا، والتي تأسست في حزيران العام الجاري كجزء من مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة، والذي بدأ تنفيذه في الأردن في نيسان عام 2014 من مجموعة من الجهات والمؤسسات الوطنية المحلية. ويسعدنا أن يستضيف الليلة كل من الأستاذة ديالا صمادي، مديرة مشاريع تنمية المجتمع والمشاركة العامة في المجلس الثقافي البريطاني، والأستاذة هيام الخطيب، باحثة في جامعة يرموك مركز الأميرة بسمة للدراسات المرأة، والزميل الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية الأستاذ محمد الزيود. يبدأ الحوار بعد الفاصل. أرحب بكم أعزائي المشاهدين، أرحب هنا بضيوفنا الأستاذ محمد الزيود الصحفي المتخصص في شؤون البرلمان، أيضا أرحب بالأستاذة ديالا صمادي، أهلا وسهلا بك من المجلس الثقافي البريطاني، أيضا الأستاذة هيام الخطيب، مرحبا بك ومساء الخير، مركز الأميرة بسمة في جامعة اليرموك. نذكر أيضا بسؤال شارك عبر تطبيق رؤية، برأيك فإن أبرز تحدي يواجه المرأة المرشحة هو نظرة المجتمع، قانون الانتخاب، وثقة المرأة بالمرأة. ننتظر تفاعلكم وتصويتكم معنا على هذا السؤال. أبدأ معك أستاذة ديالا، يعني هناك دائما جدل عند كل انتخابات، المرأة، الكوتا، كيف تصل تعزيز مشاركة المرأة بالبداية، إذا أردنا أن يكون هذا هدف لنا هو واجب على من؟ نعم، أول شيء يعني تعزيز المشاركة العامة هي واجب على المجتمع المحلي، هذا برأيي. وطبعا يعني نحن في دراستنا في مشروع مشاركة المرأة في الحياة وجدنا أنه أهمية أنه ندخل المنظمات المجتمع المدني في عملية تعزيز المشاركة السياسية هي جزء مهم جدا لدعم المرأة في خوضها في التجربة البرلمانية أو في الانتخابات البرلمانية. لذلك هنا نتطرق إلى أهمية دخول الشباب والأفراد من نساء ورجال لدعم النساء، وأيضا إلى كما قلنا اللي هو كمان دور الإعلام، أيضا هذا جزء مهم أيضا في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة، حيث أنه يعني إذا نطلع على العديد من التجارب نرى بأنه الإعلام كان له دور كبير في رفع مستوى الأداء بالنسبة للنساء في المجتمع. عظيم. أستاذة هيام، يعني لو بدنا نرتب الواجب على من؟ مجتمع محلي، إعلام، نمط تعليمي، ثقافة محلية، في ذات السؤال أيضا على من يقع واجب تعزيز المرأة؟ هلأ واجب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة هو أنا بوجهة نظري واجب على الجميع، وأنا ما بقدر أفصل أي قطاع عن قطاع آخر، لأنه بناء على البحث الإجرائي اللي إحنا نفذناه وحاولنا نعرف منه إجابة لهذا السؤال، برز معنا أنه أهم العوامل اللي بتأثر في موضوع تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة هي الثقافة المجتمعية. كل العوامل الثانية سواء كانت تحديات أو دوافع
تصب في عملية الثقافة المجتمعية. فإذا أنا بدي أغير ثقافة مجتمعية، هذا يعني أنه أنا لازم أشتغل على كل القطاعات، لازم أشتغل على التعليم، لازم أشتغل على التربية، لازم أشتغل على الإعلام، لازم أغير نظرة المرأة لنفسها، لازم أخلي المرأة فعلا عندها ثقة بنفسها أنه هي قادرة أنها تكون، ولازم تطلع من الدور النمطي اللي هي حطت نفسها فيه. وكمان لازم أقنع المجتمع أنه المرأة قادرة على المشاركة في كل المجالات، زي ما إحنا نثق في المرأة في تربية الأجيال وفي دورها التربوي وفي دورها التعليمي، ليش لما نوصل لموضوع الدور السياسي أو القيادي منوقف؟ طب ما هو نفسه. فإذا إحنا لازم عشان نعزز دور المرأة بدي أغير ثقافة مجتمعية. بالتالي الدراسة اللي أشرتي إلها مين عملها؟ هلأ هذا المشروع اللي نفذه البريتش كونسل مشكور، المجلس الثقافي البريطاني، اللي إن عم نشتغل عليه هذا المشروع من 2014 تقريبا. هلأ فكرة هذا المشروع إنه إحنا فعلا بدنا نغير بهذا المجتمع بطريقة صح، بطريقة مختلفة عن كل الأنشطة أو الفعاليات اللي نفذتها باقي المنظمات، لأنه إحنا فعلا حسينا إنه ما عم بيصير تغيير، ما عم بيصير الإشي اللي إحنا بدنا إياه. هلأ كانت فكرة المشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة إنه إحنا نشكل ائتلاف بضم مؤسسات مختلفة من مجالات مختلفة بفكر مختلف، ونحاول ندرس كل التحديات الموجودة بالمجتمع من بشمولية بتغطي كل مجالات المملكة، أقاليم المملكة، وبتغطي كل الفئات اللي موجودة. هلأ هذا البحث الإجرائي نفذناه، عملنا مقابلات ومجموعات بؤرية، كان كله بحث نوعي، شاركنا في البرلمانيات والمرشحات اللي ما فازوا في الانتخابات والمجتمع المحلي. هلأ سألناهم شو التحديات اللي بتواجهكم، شو أهمية مشاركة المرأة بالنسبة لكم، هل بتحسوا في كفاية بمشاركة المرأة الحالية في البرلمان، شو عظيم التحديات. طيب راح أرجع على الإجابات اللي حصلتوا عليها، بس خليني نشرك الأستاذ حمد كإعلامي كمراقب، الإعلام مسؤول، وما رأيك فيما تفضل في الزميلتان، وخاصة أنه الناس كمان زهقوا الدراسات، يعني صحيح عمليا صحيح. الآن نروح على مركز إيداع رسائل في جامعة الأردنية أو في جامعة يرموك أو في أي جامعة، بتلاقي عشرات رسائل ماجستير ودكتوراه عن المرأة، يعني ما القيمة الجديدة التي يمكن أن تضيفها دراسة في إطار تحول المنشود؟ شوف سيدي، أنا من خلال تجربتنا بالبرلمان ومن خلال تجربتنا مع المنظمات المجتمع المدني، الدراسات إذا لم تأخذ الأمور على أرض الواقع لا يوجد لها نتائج. يعني الآن بعض السيدات البرلمانيات اللي وصلن للبرلمان كان المتواصلات أو كان لهن خلفية في العمل الاجتماعي، فأدى إلى وصولهن كان هن منخرطات، يعني هن نفس السيدات هذول منخرطات في هذا العمل، مش أنه كان تم من خلال التوعية. يعني الآن الجزء اللي عم بيصل للبرلمان في جزء منه هو وصل لأنه هو منخرط في هاي في هذه العملية، هي عملية خدمة المجتمع والعمل الاجتماعي والتوعية للآخر. اللي تفضلوا فيه ديالة وهي مهم جدا بالشراكة مع الإعلام. الآن لما تحكي توعية وتخاطب الفئة الصح، يعني أنا دائما بحكي من خلال تجربتي جزء مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والقطاعات النسائية أنه تستهدف الفئة الصح اللي هي الشباب. يعني أنت تستهدف الفئة الشبابية، إحنا لو استهدفنا فئة الشباب بطريقة صحيحة من 2003 للآن، هذا الجيل كله الآن بقدر ينتخب، يعني وصل لعمر الانتخاب. فعملية التوعية مهمة، لكن مين بدك توعي ومتى؟ يعني ما ننتظر لغاية كل انتخابات. احنا شو اللي بصير معنا؟ بعض مؤسسات المجتمع المدني تستنى لغاية قبل الانتخابات بست أشهر أربع أشهر بلش الفزع، لكن هذا المشروع مبلش من 2000 اللي بتحكي عنه هي للبرلمان الأستاذة ديالة والأستاذة هيام من سنة. الآن جيد أنك أنت تصل لشريحة من الشباب والشابات بحيث تغير الأمر المعرفي عندهم. يعني الآن إذا ما تغير الفكر عند هذول الشباب ما رح نحصل على نتائج حقيقة. يعني الآن أنا ما بدي أوراق وبدي استبانات وبدي دراسات وبالآخر تصل إنه ما في نتائج. أنا بهمني أنا ألمس تغيير فكري بحيث إنه الشاب أو البنت، يعني أنا كشاب بحكي الآن مقتنع بوصول المرأة، لكن صراحة أنا ما بجامل أي مرأة، أنا بدي تصل المرأة القوية، لأنه إذا وصلت المرأة القوية بتخدم بقية الستات من خلال انعكاس صورة إيجابية. عظيم. أستاذة ديالة، هل نحن في حاجة للدراسات جديدة حتى تقول لنا المرأة ليش مش واصلة مشاركة؟
طبعا لأنه هاي الدراسات هي يعني بتدعم أي حملات كسب التأييد سواء أو تغيير الرأي العام أو تحويل الرأي العام، بحاجة أنها تكون مستندة على دراسة وعلى أرقام وعلى حقائق، فلا يمكن أبدا أن تنبعث من فراغ، لأنه نحن إذا كنا نستند على أمور غير يعني موثقة فسيشكك في هذه الحملات وحملات كسب التأييد، أو يعني راح تكون يعني مشكك فيها. لذلك نحن في برنامج يعني مشروعنا برنامج مشروع مشاركة المرأة في الحياة استندنا على البحث الإجرائي، وهو طبعا غير متعارف عليه نحن عندنا في الأردن كثيرا، لأنه بيعتمد على أفراد مش باحثين، يعني بالأصل هن مش متمرسين في عملية البحث. وطبعا يعني عملية البحث الإجرائي هي بتنتقل على ركائز معينة، ونحن بنتناول فيها زي سؤال، وهذا السؤال بينبثق من هدول الأفراد، بيعتمد على موضوع يعني بيكون من نبض البلد خلينا نقول. فيعني نحن مثلا استندنا بحملتنا على دراسة تأثير الحالة الاقتصادية ووعي المرأة بنفسها، وبالإضافة إلى ثقتها بنفسها على مشاركتها في البرلمان. هذا هو السؤال الرئيسي اللي اعتمدنا فيه على دراستنا، وخرجنا بمجموعة من النتائج والتوصيات. هذه النتائج والتوصيات كانت الركيزة الأساسية اللي بنينا عليها عملية استراتيجية العمل لحملة كسب التأييد اللي هي للبرلمان. نعم أستاذة هيام، قد تقول سيدة فاضلة الآن بتتابعنا من الغور أو من المفرق أو من العقبة أنه اذهبوا أنتم ودراساتكم، منذ عام 89 لم يتغير شيء، وما يحصل هو أحيانا نجاحات فردية ربما ليس لها قدرة على الاستمرار في أكثر من دورة، بالكاد دورة أو دورتين. تمام. يعني ما الذي استجد منذ يعني ثلاث عقود تقريبا وإحنا كان أكثر؟ هلا هذا الكلام هو نفسه اللي احنا سألناه لحالنا لما بلشنا نعمل البحث الإجرائي. والبحث الإجرائي هو ليس مجرد دراسة زي باقي الدراسات. هلا احنا سألنا حالنا فعلا انه المرأة عم نشتغل على تعزيز مشاركة المرأة وما عم بصير في تغيير، فشو السبب؟ فاحنا طرحنا فكرة البحث الإجرائي، والبحث الإجرائي هو عبارة عن دراسة تهدف لإجراء معين، يعني هي ليست دراسة وتنتهي. يعني إحنا كان كل هدفنا من الدراسة إنه نجاوب على هذا السؤال، ليش ما عم بتغير وضع المرأة في المشاركة السياسية؟ وضعنا تصورات وتوقع بناء على مسح ميداني بسيط، فطلع معنا إنه قد يكون السبب هو ثقة المرأة بنفسها، إنه ما عندها ثقة فهي مش عم تقدر توصل، إنه ما في وعي سواء كان وعي المرأة بنفسها أو وعي المجتمع، والموضوع الاقتصادي. هلا الدراسة غيرت كل وجهة نظرها. هلا احنا كنا عم بنفكر اذا دعمنا المرأة اقتصاديا معناته انا بقدر اوصلها للبرلمان. شو اللي غيرت وجهة نظرها؟ غيرت وجهة نظرها لانه احنا نزلنا للميدان اخذنا رأي البرلمانيات واخذنا رأي المرشحات والمجتمع المدني. طيب هلا البرلمانيات والمرشحات والمجتمع المدني اكدوا اهمية العامل الاقتصادي، بس جاوبونا انه مش هذا السبب. المرأة مش عم توصل للبرلمان مو لانه هي وضعها الاقتصادي ما بيساعد، لا. ليه؟ لأنه الثقافة المجتمعية غير داعمة. يعني المرأة قالت أنه أنا إذا عشيرتي بتدعمني بوصل للبرلمان بغض النظر أنا معي إمكانات مادية أو ما معي. فإحنا طلعنا من بوتقة أنه العامل الاقتصادي هو السبب اللي بقصي المرأة عن المشاركة في البرلمان. رجع تفكيرنا للثقافة المجتمعية. بس هذا قد ينطبق أيضا على الذكور. طبعاً. يعني تمام. يعني في مجتمع صحيح. تقليدي بالزبط. شرقي ممكن يطبق يعني على الذكور اللي ما عنده عشيرة وما عنده مجموعة ما راح يصل بالضبط. فرجعنا لموضوع الثقافة المجتمعية اللي هو عم بينطبق على الذكور والإناث، بس الفرق إنه طلع معنا بعض الملاحظات اللي خلتنا فعلاً نغير توجهنا. أولاً للأسف الثقافة المجتمعية لا تزال تميز الرجل عن المرأة، وبتفضل تعطي صوت العشيرة للرجل لأنها هي مؤمنة بأنه الرجل قادر يمثل العشيرة وليست المرأة. الشغل الثاني انه للاسف العشيره لما تنزل امراه لحتى تاخذ مقعد بالبرلمان ليس ثقه بالمراه او بمكانتها او بقدرتها، لسبب انه هي بتقدر تحصل مقعد برلماني
عن طريق الكوتا، لا يستطيع الرجل بالعشيرة يحصله، فالمرأة بتقدر تحصله عن طريق الكوتا. الإشي الثالث المهم إنه كل السيدات قالوا إحنا ما بنضل نحكي بمرأة ودعم وتعزيز وكذا، أعطيني نماذج ناجحة، أعطيني سيدات اقنعني عشان أنا أغير فكري وأنتخب المرأة. فإحنا في هي للبرلمان عم بنحاول نبرز النماذج النسائية الناجحة، وعم بنحاول نستغل المرشحات اللي ما فازوا، لأنه كمان هدول طاقة مش صح أنا أخسرهم مجرد إنهم واجهوا تحديات خلتهم إنه ما يوصلوا لكرسي البرلمان. فأنا هدول ما حدا عم بركز لهم، في حدا عم بيشتغل عليهم؟ لا. الإشي الرابع المهم الشباب، الشباب بالأردن النسبة الأعلى، ما حدا عم بيشتغل على الشباب لحتى يعزز دور المرأة في البرلمان. فإحنا هي للبرلمان أهم كانت توصياتنا وأنشطتنا إنه إحنا ندخل للجامعات ما نحكي لهم إنه إحنا والله بدنا ندعم مرأة وبدنا نوصلها للبرلمان وأنا بدي نسبة المرأة بالبرلمان مساوية للرجل، لا، أنا بدي أقنعك إنه فعلا مصلحة أنت كشاب ومصلحتنا كوطن وكمواطن أردني إنه كل المجتمع يتفعل. أخوي محمد، يعني هل بزبط في عجلون أو في الكرك أو في السلط أجي أقول لهم الآن أنت ثقافتكم المجتمعية قاصرة أنها توصل المرأة للبرلمان ولازم تعدلوها، وهؤلاء الناس هم اللي بيبيعوا ذهب نسوانهم وبيعوا أراضيهم برهنوا سياراتهم مشان يعلموا بناتهم في الجامعة؟ صحيح. طيب إيش كيف ودي أركب هذا التحدي الثقافة المجتمعية وأقول للناس عنه وهم في الكرك وفي إربد وفي عجلون وفي العقبة؟ صحيح. برسلوا برشحوا بناتهم، وإذا جينا نحكي معهم في ثقافة مجتمعية بدهم يقولون سولفوك وسولفي غير السولفي. صحيح. صراحة يعني الأخير سيدي هو فضل. كلامك صحيح، لكن إحنا في نقدر نتجاوز هذا التحدي بطريقتين. السيدات اللي بينجحوا في البرلمان وبيثبتوا وجودهم في البرلمان لهم دور. صح. حقيقة يعني أنا في بعض النماذج بالمجلسين الأخيرات 16 والحالي في نماذج رجعت للبرلمان بالتنافس. صح. الآن هذا ما وصلت للتنافس إلا في تغير في بعض القناعات لأنه أداها في الدورة اللي سبقها كان مقنع. هذا بدل أنه يقع على عاتق المرأة أنه تشتغل شغل وتتعب على حالها، ما في مجاملة بالموضوع، أنت مش جاية إكمالة عدد ولا جاية ديكور، أنت بتتحملي مسؤولية الستات وأنهم يصلوا للبرلمان في المجالس المقبلة من خلال أدائك المقنع. الآن في بعض السيدات وهذا ربما ينطبق على النواب طبعا. يعني كل النواب محترمين ولهم التقدير والاحترام، لكن اللي بقوا في ذاكرة الأردنيين في مواقف معينة هم اللي اشتغلوا على حالهم. بجوز بتذكر الوزير ملحس لما كان نائب. صحيح. يعني في موضوع هذا موضوع الأدوية يعني كان عمل اليوم الناس تتذكروا. صحيح. في ذات في سياق ما في قضية ما. صحيح. يعني سيدي الآن أنا بعض البرلمانيات وجوز بعض البرلمانيين كمان ليش رسخوا مثل ما تفضلت بالذهن حتى الآن موجودين، لأنه مثلا أبدع في مجاله في مجال القانوني، في سيدات الآن قانونيات ما شاء الله عليهم يعني أثبت وجودهم يعني متقدمات في حضور متقدمات. صار على سبيل المثال بدي أخذ لك مثال قانون اللامركزية لما صار فيه التحويلة فيه من فرض الكوتة في القانون كان مبادرة من سيدة بداية، وتم عمل لوبي من خلال هذه السيدة والبعض السيدات اللي شدوا على إيدها فأقروا كوتة في قانون اللامركزية، علما أنه القانون ما كان فيه كوتة ورد من الحكومة. يعني بمختصر المفيد أنه الجيل الشباب إذا بتشتغل عليه وكمان بدك توصل سيدة عندها معرفة حقيقية بالعمل السياسي، يعني على سبيل المثال أنا ما بقدر أوصل سيدة ما بتعرف شو النظام الداخلي لمجلس النواب، سيدة ما بتعرف شو التشريع، سيدة ما بتعرف آلية التشريع. يعني لا يعقل أن تصل سيدة إلى البرلمان وهي لا تعلم كيف يتم آلية التشريع في البلد. يعني مثلا تذهب إلى الحكومة إلى المجلس النواب إلى الأعيان ثم يصادق عليه جلالة الملك، وجلالة الملك من ما استلم سلطاته الدستور هو بيحكي الشباب، الشباب إحنا أخذ كفزعة والشباب اشتغلوا عليهم لا استفادوهم اقتصاديا ولا فادوهم سياسيا، لأنه للأسف الأدوات اللي تتنفذ على الأرض هي عبارة عن نوعيات من بعض النخب، ما بدنا نقول الكل، بعض النخب التي تريد أن تحتفظ بمكانتها في هذا المجتمع في العمل السياسي، فحاولوا يقصوا المرأة ويقصوا الشباب. الآن الشباب لأنه أنا سمعت من بعض النخب يقول لك هذول ولدة، في بعض الناس يقول عن الشباب ولدة، يعني هم بذكرهم قبل الانتخابات بست شهور ببلش فيه شوفوا حفلات تخرجهم يعني ببلش يأخذون معهم على عزائم بسي كومبرس يعني كومبرس بالضبط كومبرس. والست الآن أنا متأكد أنه السيدات إذا تم توعيتهم وتم إبراز النماذج الناجحة، يعني
أنا بقى على عاتقي كإعلامي إذا في سيدة أثبتت وجودها في البرلمان وكانت داعمها أصلا في ناس من قبل يعني من ناحية التوعية من ناحية بجيب تاريخها كيف وصلتي وكيف تطورتي وبقدمها كنموذج ناجح للمجتمع حتى يقتنع. أنا ما بقدر أقول للمجتمع تعالوا ترى فلان هيك، أنا ما بقول الإعلام دوره يعرض صح. المجتمع مع السنوات بتأثر وتغيير الفكر مو سهل يا اخوان، وانتم بتعرفوا جزء ادرى مني انه تغيير الفكر مو سهل، بده طولة بال بس بده انه مؤسسات المجتمع المدني تقدم نماذج حقيقيه بحيث تكون ناجحه وما في مجامله بالموضوع. صحيح استاذ ديالا، يعني لاي مدى المساله هي مساله ثقه واجهها النائب اللي بده ينجح حتى يكسب بقائه، وايضا السيده النائب ايضا الاستاذه او الام او المربيه او الدكتوره حتى تنجح؟ يعني بعض يقول انه بعدونا عن قصه الثقافه المجتمعيه، الثقافه المجتمعيه ممكن نختلف ونتفق عليها نقاش طويل، لكن مساله الثقه في انه المراه تمثلنا تمثيل قوي او لا. نعم، هلا نحن بمجال الثقه نحن طبعا قمنا بهذه بالدراسه تبعتنا، قمنا بقياس يعني اشرنا الى قياس الثقه عند النساء اللي خاضوا التجربة الانتخابية وحتى عند النساء اللي لم يخضن التجربة النسائية، قديش مدى تأثير الثقة على خوضها أو ترشحها للبرلمان. فكانت هنا يعني الموضوع الثقة هي يعني مش الأساس الرئيسي في هذا الموضوع، وبعتقد انه هي ممكن يعني تعطي اضاءات على هذا الموضوع من ناحيه الدراسه انه كيف تاثير الثقه في النفس. لكن نحن بنشوف انه نحن في عندنا سيدات قياديات، في عندنا سيدات قادرات على انهم يكونوا صانعي قرار، لكن نحن بحاجه الى انه نحن نقوم ب يعني مساعدتهم على هذا الموضوع من خلال اللي هي التوعية المجتمعية وليس من خلال الجهود الرسمية، لأنه الجهود الرسمية إذا نحن بنشوف إنه الحكومة أكيد بنشوف إنه الحكومة هي يعني هذا هدفها الرئيسي بأنها تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة، وأحكام الدستور والدستور الأردني والميثاق الوطني كله بيأكد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة. لكن نحن بحاجة إلى أنه يكون من المجتمع نفسه أنه يعطي هذه الثقة للمرأة أكثر بحيث أنه يدعموها في كل في مسيرتها السياسية، وأنه يضعوها على الطريق الصحيح منذ البداية بأنه يخلقوا لها الفرص لحتى أنها تكون في هذه المواقع، من ناحية أنها تشارك في الأحزاب السياسية، من ناحية أنها تشارك حتى في النقابات المهنية. فكل هذه هي البيس أو الأساس اللي ممكن أنه يوصلها لحتى أنها يعني تكون واثقة أكثر من خوضها لهي التجربة. بتشوفي أنه المرأة بتنتظر دائما أنها تأخذ أو تعطى شيء ولا تسعى لأن تنتزع شيء؟ يعني البعض بيقول أنه دائما المرأة أنتم بدكم، حتى الرجال صاروا يتندروا أنه إحنا بدنا كوتا للرجال في بعض الأشياء. نعم، يعني أنا بشوف أنه المرأة هي يعني لا تحتاج إلى الفرصة، لكن يعني هي بحاجة إلى أنه الناس تثق فيها أكثر. يعني أنا يعني بشوف أنه هي عندها ثقة وعندها دور وعندها فكر وهي قادرة، ولكن أنه إذا المجتمع أعطاها هذه الثقة هي بتخيل توصل بسهولة. طيب أستاذة هيام، كديش يعني ثقة المرأة بالمرأة موجودة، ولماذا هذه الثقة إن كانت موجودة في الحياة اليومية قبل الانتخابات نجدها تتلاشى وتتذبذب يوم الانتخاب؟ هلا شوف، ثقة المرأة بالمرأة، يعني أنا ضد مقولة بتضل تنحكى إنه المرأة تغار من المرأة والمرأة لا تنتخب المرأة. هلا هي هاي زي كأنه إحنا مقولة حاولنا ننشرها وفعلا ونتذرع، نعم وتذرعنا فيها. هلا شوف اقول لك، ما تيجي تقول لي المرأة ما انتخبت المرأة وانا كامرأة فرض علي اني انتخب فلان، اذا انا للاسف قراري مش بايدي، انا فرض علي اني انتخب شخص اخر. فانا ما انتخبت المرأة ليس لاني ما بغار منها او ما بدي، ليه؟ لانه لسه الثقافة المجتمعية عم تفرض على المرأة انه هي تنتخب شخص بتحدده العيلة او بتحدده العشيرة.
وكمان أنا بدي أرجع أحكي بجملتك إنه أنا مع فعلا التغيير إذا ما كان من الداخل ما عم بيصير، وإحنا فعلا عندنا مشكلة، لا تزال المرأة هي عم بتحارب حالها وما عندها شوي ثقة. طبعا هاي يعني مش تعميم، هلا في سيدات كتير واثقين واثقات بنفسهم، بس في سيدات لا لسه هي اصلا مش مقتنعه بفكره انه فعلا هي دورها انه تكون بالبرلمان او دورها انها تكون في مواقع سياسيه. ليه؟ لانه هي تربت على ادوار نمطيه وما عم تقدر تطلع منها. فاحنا فعلا عم بنقول انه احنا الخطا منا. ليه؟ لانه احنا لو عم بنبلش نغير من نفسنا ونغير من طريقه تنشئتنا الاسريه فعلا رح نطلع من هذا الموضوع. بس الثقة بالنفس أكيد إشي كتير مهم. إذا أنا ما كان عندي ثقة بنفس وأنا ما أصريت وحاربت عشان أوصل، بعمري ما رح أوصل. هلأ شو ما تحط قدامي تحديات رح يصير عم بتصعب علي الموضوع أكتر وأكتر، بس بالنهاية أنا رح أوصل. وكل السيدات اللي وصلوا لقمة البرلمان كتير واجهوا صعوبات وتحدوا وكانوا فعلا في عندهم ثقة بنفسهم لحتى قدروا يوصلوا ويكونوا نماذج ناجحة. فالسيدة اللي هي بالنسبة إلي هي نموذج ناجح هي سيدة واثقة بنفسها، تحدت الصعوبات الموجودة أمامها وهي واعية ومثقفة وعارفة إيش بدها توصل. إما للأسف النماذج اللي عم بنشوفها اللي ما بدنا نشوفها بقمة البرلمان هي للأسف النماذج اللي يعني دخلت البرلمان لأسباب بس حتى تأخذ مقعد للعشيرة. فالثقة مهمة عشان أنا أطلع بنموذج نسائي ناجح. طيب أستاذ محمد، يعني كمان أيضا يمكن نعول عليك في جانب نقدي أكثر. يعني إذا طلعنا على خارطة طبيعة وصول المرشحات من صاحبات السعادة النواب اللي وصلن للبرلمان من 89 لليوم 26 سنة تقريبا، صحيح. عقدين ونصف، وأيضا التغيير بالكاد يكون ملموح، لكن اللي وصلن للبرلمان توجان فيصل، ريم بدران، فلك الجمعاني، وفاء بني مصطفى، رولا الحروب، يعني البعض يراها كل هذه حالات فردية، يعني بالمعنى ليست نتيجة ثقة مجتمع يعني بمرأة، ولا هي فزعة ولا هي استجداء ولا هي عطية ولا هبة، بالعكس هي دوائر صعبة. صحيح. مريم اللوزي أيضا يعني دوائر صعبة اللي نجح فيها. تفضل سيدي. اللي برجع للتاريخ، بال74 منحت المرأة الأردنية حق الترشح أو حق الانتخاب كمان. هلأ المرأة الأردنية بجوز مثل ما تفضلت هيام أنه نفسها ما زرعت الثقة في نفسها أولا، النجاحات لا يعول عليها كانت في الفترات الأولى، بالرغم من إقرار الكوتا وتخصيص عدد معين، في بلشت بست سيدات ثم 12 بعدين 15، اللي كان تثبت موجوديتها كان عدد قليل، هذا أثر أصلا حتى بانطباع المجتمع حتى. صحيح. من لما تدخل داخل البرلمان، أنا كإعلامي كصحفي بتابع هاي المجالس، بشوف في ستات صراحة أنت بتروح مثل ما أنت بتتابع النائب القوي بتتابع الست القوية، لكن للأسف في بعض الستات منسحبات، ستاتنا نواب منسحبات أنه أنا أدائي تحت القبة ما بحضر أو بنشغل بالأمور الخدمية بحجة الأمور الخدمية، ينعكس هذا الدور على دورها السياسي. الآن الضعف السياسي بإبراز شخصيتها السياسية على الطاولة وتحت القبة الناس بتتابعه، يعني المواطن الأردني مش غشيم ولا أنه ما بيتابع، بيتابع مرشحينه حتى الست متابعة، فهو لما بيشوفها ما بتشارك وما بتساهم بالجزء قرار القوانين وما بتبدي رأي ولا بتشارك محاضرات، هذول شو مصيرهن يعني؟ ما بفكر في مصيرهن؟ هذول أنا بعض السيدات، البعض مش الكل، بتفكر أنه وصلت لأول مرة وتعتقد أنه لن تصل مرة ثانية. ما بتعرف أنه نظرة المجتمع ناقد وفاحصة وممكن تسقطها في المرة القادمة؟ طبعا في البعض بعرف، في بعض بعرف، ولكن في البعض عنده طموح، يعني بعض السيدات تطمح أن تصبح نائب أول في مجلس النواب، نائب أول للرئيس. الآن صارت السيدات ببادرن. طيب. يعني تغير. طيب. والله يا إخوان تغير، بس إحنا المجتمع، وبجوز ما بدنا نتهم المجتمع القروي، بجوز نتهم القانون اللي كان الآن الساري، قانون الصوت الواحد ساهم في تقليص فرص المرأة في الوصول للبرلمان. يعني الآن السيدات الفاعلات في عمان ما بقدرين يصلن، ولكن هذا محمد احترامي الشديد أن بعض النواب أيضا بالكاد يذكروا ولا نعرف. طبعا أنا بعرف الآن سيدات نواب صراحة توازي 10 نواب من النوعية اللي بتتفضل عنها، ورجال أيضا رجال. في بعض النواب لا نعرف أسماءهم. الآن في بعض النواب، يعني أنا سئلت من أحد الصحفيين مين هذا النائب قاعد وهو بغطي برلمان، مين هذا النائب؟ دليل على إيش؟ قلة النشاط، قلة الحيوية. يعني أنا في بعض النواب الآن نختلف أو نتفق معه، والبعض كثير في بعض النواب يتم الاختلاف معه في بعض القضايا، لكن تحت القبة عندما يتكلم هذا النائب
ما بتسمع رنت الإبرة. ليش؟ يحدث أثر، لأنه يحدث أثر وتغيير، وجود مداخلات مفصلية تؤدي إلى تغيير الحديث. لكن الحضور لأجل الحضور هذا ما بيجيب نتيجة. وعلى منظمات المجتمع المدني القيام بإيصال سيدات فاعلات، مع أن يعني كمان منظمات المجتمع المدني والتحالفات راصد وغيرها عمل تقييم النواب. صحيح. بعض السيدات طلعا في صف متفوق، وبعض النواب طلعوا بالهاوية. صحيح. طيب ما دام في هاوية خلينا نشوف يعني هاوية الفاصل. برأيك في سؤال شارك عبر تطبيق رؤية، فإن أبرز تحدي تواجهه المرأة هو نظرة المجتمع، قانون الانتخاب، ثقة المرأة. نظرة المجتمع 32%، قانون الانتخاب 16%، وثقة المرأة بالمرأة 52%. بعد الفاصل نعود. نعود أعزائي المشاهدين ونستمر في نقاش أستاذة ديالة صمادي. يعني كما كان يتحدث محمد أنه في نواب معروفين، في نواب أيضا من السيدات صاحبات السعادة موجودات في البرلمان، لكن لا يحدثنا تأثيرا كبيرا. لكن أيضا إذا بدنا نعدد من السيدات الموجودات في المجلس، 18 نائب تحت القبة اليوم، لو قلنا نذكر منهم 9 ربما لا نستطيع أن نتذكر أسماء. ولو قلنا أيضا من الرجال العدد ذاته أيضا، أعطينا 20 نائب مؤثرين أو نذكرهم، ما بنلاقي تذكر لهذه الأسماء. هل يعني في من وصل للمجلس ولا يستطيع أن ينجز من النساء تعتقدي، وأنه وجد نفسه في مواجهة الديمقراطية والبرلمان، وأن الوظيفة صعبة ليست سهلة في التأثير؟ في اعتقادي أنه نعم، هذا الشيء موجود أكيد، ونحن الكل بيشهده أكيد، ونشوف كثير نساء، لم يعني نساء ورجال أيضا ليس لهم دور وليس لهم صوت في البرلمان، فلا شك هذا الشيء موجود. هلا السبب في ذلك اعتقد انه تعود الى عده اسباب وليس سبب واحد، ولكن بعتقد انه الدعم العشائري والكوتا ممكن تكون جزئيه في انه يصل الشخص الغير مناسب للمكان المناسب، وبالتالي عدم يعني الكفاءة تحت قبة البرلمان ممكن تكون يعني خطيرة جدا في هذا الموضوع. لذلك نحن يجب علينا أنه نكثف جهودنا على أنه نوصل الشخص المناسب لقبة البرلمان، ونركز أيضا على توعية المجتمع أنه ليس فقط اختيار الشخص بسبب عائلته أو عشيرته أو whatever. يعني المفروض يكون في عنا الارتكاز على الخبرة، على الثقافة، على التعليم، على الدور اللي بيأديه في المجتمع أيضا. هذا جدا مهم، قديش عطاءه وقديش دوره في المجتمع، هذا يعني بعتقد من الأمور المهمة. طبعا كمان تواصله مع المجتمع، ليس فقط أنه فقط نزل فجأة هيك من يعني بدون سابق وصار ينادي بشعارات يعني فقط من باب يعني أنه يوصل للبرلمان. عظيم. تسمحين نشوف نستعرض النسبة المئوية أو نسبة، هل إحنا في الأردن متقدمين متأخرين كثيرين على الدول العربية؟ المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان ما بين عام 2011 و2013، الأردن 12%، الإمارات 17.5%، البحرين، يمكن جزر القمر هي أقل منا، البحرين أقل منا، تونس أعلى. طبعا تونس متقدمين منذ فترة طويلة في المرأة في موضوع حتى مدونة السلوك وحماية المرأة. الجزائر 31%، جزر القمر 3%، سوريا 12.4%، جيبوتي 11%، السودان 25%، سلطنة عمان 18%، فلسطين 12.9%، الكويت 6، لبنان 3.1، ليبيا، مصر، المغرب متقدمة 16.7، موريتانيا يعني أقل منا، مصر طبعا غريب، لبنان، موريتانيا وجيبوتي أكثر منا. يعني في يعني هذه احصائيات المؤسسات الدولية يعني ايضا عليها يعني كثير من الملاحظات، لكنها مؤشر يعني على تقدم المرأة. استاذة هيام، يعني هل ايضا هذه المؤشرات، شو تعليقك عليها؟ هذه
هلا المؤشرات يعني بصراحه فعلا احنا يعني نعترف انه مشاركه المراه السياسيه في الاردن لا تزال انه دون الطموح، وحتى دون طموح المراه الاردنيه وحتى الرجل الاردني. فاحنا فعلا لازم نعزز مشاركه المراه، لانه مشاركه المراه مش بس برلمان، هي في كثير مناصب سياسيه ومناصب قياديه لازم المراه تكون فيها. هلا احنا هذا الشيء بدنا نحاول فعلا نشتغل عليه، انه احنا بدنا نساء كفؤات اكثر في المناصب السياسيه لحتى فعلا نرفع من هذا المؤشر والارقام الموجوده. يعني بصراحه انه في كثير دول اعلى منا، وهذا مش بالضبط. هذا يعني شيء محزن بصراحه، انه المراه الاردنيه مع انها كفؤه، مع انها متعلمه، مع انها قادره، مع انه المجتمع الاردني منفتح، يمكن حتى ما اظن بيعطوا كوتا زينا يعني الدول تمام تنافس. هلا ما بعرف، هلا هو موضوع الكوتا، يعني انا مع انه الكوتا هي تمييز ايجابي لفتره معينه فقط، لمرحله معينه، انه انا فعلا عم بساعد السيدات انهم يوصلوا لقبه البرلمان ويثبتوا وجودهم. بصراحه بتشوف الكوتا جابت لنا خير دائم ولا في بعض المرات؟ هلا الكوتا هي زي اي نظام له ايجابيات وله سلبيات. هلا انا مش مع الكوتا انها تضل على طول المدى او على طول السنوات القادمه، لا، انا مع انه احنا لازم نوصل لمرحله خلص انه الرجل والمراه مواطن اردني قادر انه يوصل لاي منصب سياسي بناء على الكفاءه فقط، والمراه الاردنيه قادره انها تنافس الرجل. بس للاسف في المرحله الحاليه زي ما احنا شفنا من 89 للان ما في، يعني المراه ما عم تقدر توصل وما عم تقدر تحصل نسبه صحيحه، وهذا الشيء بياثر على الاردن وعلى سمعته وعلى النسب والمستوى والارقام اللي عم بتصير. فإحنا بدنا الكوتا حاليا موجودة لحتى فعلا نحاول نوصل نماذج نسائية نقنع المجتمع أوثقوا بالمرأة، وهيها عم بتقدم وهيها قادرة إنها تشتغل وقادرة إنها تكون في منصب سياسي. هلأ لما نوصل لمرحلة إنه فعلا المجتمع عم يوثق بالمرأة وعم ينتخبها والمرأة قادرة إنها تفوز بتنافس، أنا مش مع إنه الكوتا تضل موجودة. لا. أستاذ محمد، يعني الكوتا هل باعتقادك يمكن أن تبقى وتصمد طويلا؟ سيدي في أصوات ربما حقيقة تكون معارضة طبعا الآن اختلف الموضوع عن السنوات السابقة. الآن في أصوات في البرلمان الحالي تنادي بعدم الكوتا، وفي أصوات دستوريين يؤكدوا أن هذه الكوتا غير دستورية حتى وإن كانت تمييز إيجابي، ولا يوجد في الدستور ما يسمى تمييز إيجابي. القطاعات النسائية والسيدات عليهم أن ينتبهوا أنه الآن الوقت يمضي مسرعا، المجلس القادم يجوز يكون فيه كوتا، يجوز القانون اللي بعده ما يكون فيه كوتا. طيب استاذ محمد، خلينا نشوف الزميله رنا حداد صحفيه متخصصه في متابعه شان المراه في اتصالنا الهاتفي. مساء الخير استاذ رنا. مساء الخير دكتور، ولك ولضيوف الحاضرين بالاستديو وللمشاهدين جميعا. اهلا وسهلا، بس اذا سمحتي لي بعجاله اذا تكرمتي، ابرز التحديات التي تري انها تقف حائلا دون وصول المراه البرلمان ومشاركه سياسيه افضل. دائما بحب اسمي السقف الزجاجي اللي هو انه احنا المراه عم توصل لكن في سقف، هذا السقف عم بيتيح لها الرؤيه للامام لكن بيحول دون الوصول هذا للامام. يمكن دكتور هي اكثر شيء احنا لسه عم نحكي بالنوع الاجتماعي، هو اكبر التحديات اللي بتواجهه المراه تقسيمه النمطيه النوع الاجتماعي بمجتمعنا. لسه عم نحكي انه المراه عم تدخل بكوتا، يمكن هاي الكوتة رح يتم كسرها زي ما حكيت انت هلا، انه يمكن المرة هاي فيه المرة الجاي ما يكون فيه، ان شاء الله انه ما يكون فيه، يكون المرأة بالاساس مجهزة من خلال مواقع قيادية اكثر، يعني بقطاع البنية التحتية، بالتجارة، بالاقتصاد عموما، يعني بعقد المرأة. حتى انت اذا بتلاحظ تقسيمة المرأة وجودها داخل البرلمان بيكون ضمن لجان لا زالت تختص بالتعليم، بالمرأة، بقضايا يعني بتحس المرأة محصورة فيها. التابو هذا احنا يعني يا ريت وان شاء الله انه نطلع منه، هذا اللي بيوصل المرأة وبيضعها اكيد بمواقع قيادية بمختلف المجالات. يعني هي دائما تشكيلتنا البرلمانية التحدي الاكبر فيها النوع الاجتماعي اولا، طيب في مسببات اخرى. طيب استاذة رنا، هل تعتقد القانون الجديد محفز ومعزز لمشاركة المرأة ام مثبط لها قانون انتخاب؟ يعني احنا القانون يعني ما عم تلمس فيها التغيير اللي خلينا نحكي انه يكسر التابو اللي انت بتحكي عنه وانا حكيت عنه والكل بيحكي عنه. بدنا احنا بصراحة دعم اكثر انه خروج المرأة وإنها تسعى لتحتل مناصب متاحة حتى داخل البرلمان. يعني
بهمنا توصل وبهمنا داخل البرلمان كمان، يعني ليه ما يكون في امرأة تترشح لمنصب تكون هي رئيس المجلس، هي نائب الأول للرئيس. يعني بدنا شغل أكثر من الشغل اللي يعني القانون هلأ رح يتيح لها توصل، وإن شاء الله إحنا أنا بتوقع كمان السنة يمكن الانتخابات المقبلة رح يوصلوا النساء بدون كوتة، أنا متأكدة من هذا الحكي لأنه منظمات المجتمع المدني كتير عم تدعم وعم بتحاول إنه يعني تكون وجود المرأة بعيد عن مسمى الكوتة كمان. طيب باختصار، متفائلة في وصول المرأة بشكل أفضل في البرلمان القادم؟ وجودها رح يكون أفضل؟ نعم في البرلمان القادم؟ هاي يعني إحنا بنتمنى وبنطلب إنه فعلا يعني هاي مسؤولية عشان الأجيال اللي رح تيجي بعدين لاحقا، إنه هلأ يكون في حدا مناسب ومناسب جدا. نعم. يعني مش لضمن أي اعتبارات، إنما أحقية الوصول تحت قبة المجلس للمرأة اللي رح تثبت نفسها ووجودها ووصولها يكون صح. نعم، شكرا لك يا أستاذة رنا حداد، صحفية متخصصة في شؤون المرأة ومتابعة قضاياها. أستاذة ديالة باختصار إذا سمحتي بأقل من 15 ثانية، أكبر تحدي بتشوفي لازم نشتغل من أجل تغييره ومن أجل ضمان وضع أفضل للمرأة؟ أنا برأيي أنه أكبر تحدي هو أنه تغيير الفكر السائد في أنه المرأة يعني غير قادرة على أنها تعمل إنجازات عظيمة. شكرا أستاذة هيام، ذات السؤال. تعزيز ثقة المرأة بنفسها أنه هي قادرة على تولي أي منصب، وتعزيز ثقة المجتمع بأنه المرأة قادرة على أنها تخدم هذا الوطن مثلها مثل الرجل. محمد، بتشوف برلمان 18 راح يكون فيه امرأة بشكل أفضل؟ أتوقع إذا السيدات وثقوا أنفسهم القانون بحسب ما تشرحه الحكومة راح يكونوا قادرات من خلال القوائم أن تصل سيدات خارج الكوتا. شكرا لك الأستاذ محمد الزيود، متابع للشأن البرلماني، صحفي في جريدة الرأي. شكرا لك يا أستاذة ديارة صمادي، مديرة مشاريع تنمية المجتمع المشاركة العامة في المجلس الثقافي البريطاني. شكرا لك يا أستاذة هيام الخطيب، باحثة في جامعة يرموك مركز الأميرة بسمة. أيضا سؤال شارك عبر تطبيق رؤية، برأيك فإن أبرز تحديات التي تواجه المرأة المرشحة هو نظرة المجتمع 29%، قانون الانتخاب 12%، وثقة المرأة بالمرأة 58%. حتى نلتقي في حلقة قادمة، هذه التحية والسلام عليكم ورحمة الله.